بتحب البحر؟ هو ده بحر ده؟ دي ترعة. ده يجي ايه في بحر اسكندرية؟ عن جد حلو البحر في اسكندرية؟ امال؟ اصل انا بقى كان ليا نظام، كل سنة انزل على سيدي بشر واطبش في المية، بس عمري ما فهمت الناس اللي بتحط كرسي وتقعد تتفرج على البحر. متعة نزولك البحر ما بتقل ابدا عن متعة قعدتك قدامه، واحلى شي لما تحاول توصل لاخر مدى فيه. هيدا الشعور كتير رح يروق لك اعصابك ويصفي لك ذهنك وتفكيرك كمان. ايوه هي بتصفي ذهنك دي، انا كنت عايز اقول كده بس ما يعني ما كنتش عارف اجيبها يعني. عشان كده جيت قعدت هنا. شكلك عم تفكر في شيء كتير مهم. اه موضوع كده شاغلني بس مش عارف اعمل ايه. ايه مش عايزه تعرفيها؟ انه بدي اتركك تفكر فيها على راحتك. بس انا بقى عايز اقولها لك، ما تيجي نتجوز؟ انا بحبك وعارف ان انت بتحبيني بس مش متاكد قوي يعني. حماده بتحبيني صح؟ ما تعرفش انت عملت فيا ايه. انا كنت مش عارف افتح الموضوع ازاي يعني، كنت بفكر كده ما اقولكيش ساعات، بس خفت ابقى حمار وخايف اقولك اكون اتسرعت، وخايف اكتر من كده ان انا اصحى ما لكش قدامي وبعدين ذكرى بينا. حماده عن جد انا كتير حبيتك وكتير انبسطت معك، ورح ضل اتذكرك، واكيد رح نضل نتراسل. نتراسل؟ حماده انا ما بدي اجرحك، مش معنات انه نحن اصحاب وعم نرتاح لبعض نقوم ونتجوز. قرار الجواز كتير قرار صعب ومهم، ولازم يكون نابع من العقل والقلب مع بعض. والعقل بيقول ايه؟ العقل والقلب بيقولوا انه نضل اصحاب. حمادة انا ما بدي اياك تزعل مني، يمكن انا رفضت اتزوجك بس انا كتير مصرة انه نضل اصحاب، وما تخسرني او اخسرك ابدا، ويمكن هيك احسن الي والك. ولا انت شو رايك؟ يلا بينا.